دشن الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية استراتيجية شؤون الجمارك الجديدة للأعوام 2021-2024، وذلك خلال الاحتفال الذي نظمته شؤون الجمارك اليوم بمناسبة يوم الجمارك العالمي 2021، والذي يأتي تحت شعار الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التوريد المستدامة. بهذه المناسبة هنأ معالي وزير الداخلية معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك على فوزه بالثقة الدولية وتوليه رئاسة مجلس منظمة الجمارك العالمية، وهو إنجاز يحسب له ولمملكة البحرين، معربا معاليه عن شكره وتقديره لما تشهده شؤون الجمارك من تطور وعمل جدي، داعيا إلى ضرورة تعريف المجتمع وتوعيته بما يتحقق من إنجازات في هذا المجال. أوضح أن الجمارك خط أساسي من الخطوط الأمنية الأمامية، يتمتع منتسبوها بالكفاءة والأمانة، معربا عن تطلعه إلى تفعيل الاستراتيجية الجديدة والعمل بها في المرحلة القادمة من خلال مواصلة الجهد المستمر. أشار معالي الوزير إلى أن البحرين اكتسبت سمعة طيبة من خلال تعاملها مع جائحة كورونا والبرنامج الذي تم تطبيقه بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، حيث كانت قيادة سموه لفريق البحرين في الخط الأمامي منذ اللحظة الأولى، موضحا أن الدراسات أثبتت كفاءة العمل والفريق القائم على تنفيذ الرؤية والخطط التي تم إقرارها بشكل يواكب سرعة الخطر، الأمر الذي مكننا من احتوائه لكنه يبقى موجودا حيث أننا غير معزولين عن العالم. قال معالي الوزير: هناك قصة نجاح تميزت بها البحرين في تعاملها مع الجائحة، وهذا يعطينا الثقة بالفكر المستنير والخطط الواعية والتصميم المخلص بأنه يمكننا تحقيق ما نصب إليه ونكون في أعلى المراتب. من جهته أشاد معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس شؤون الجمارك بجهود مختلف الجهات والقطاعات لمكافحة جائحة كورونا بكل وعي واحترافي ومهنية عالية، مثمنا دور الصفوف الأمامية من منتسبي كافة المنافذ الجمركية ويقظتهم والتزامهم، والذين ضربوا به أسمائيات التضحية في سبيل أمن الوطن وتيسيرا لحركة السفر والتجارة المشروعة عبر المنافذ، وحفاظا على الإيراد العام والمصلحة العامة، الأمر الذي تطلب من المسؤولين السعي الحثيث نحو توفير كافة متطلبات الدعم والرعاية والتجهيزات المناسبة، إضافة إلى انتهاج سياسات العمل الاستثنائية. وثمن رئيس الجمارك النهج الذي أرساه معالي وزير الداخلية من حيث استدامة التطلع نحو الأفضل والتفوق على الذات في ظل الموارد والقدرات المتاحة، سعيا لحصد التميز على كافة المستويات، موضحا أن شؤون الجمارك أصبحت بيئة عمل نتج عنها حصد جائزة التميز في التعامل مع العملاء كواحدة من أفضل الجهات تفاعلا في نظام تواصل، وكذلك حصول مركز التخليص الجمركي بإدارة جمارك المنافذ البحرية على الدرع الفضي في تقييم المراكز الخدمية الحكومية، إضافة إلى حصوله على شهادة نظام إدارة الجودة ISO لكافة الإدارات التابعة لشؤون الجمارك، وحصد جائزة التميز العربي لأفضل مبادرة تطويرية بنظام أفق، كما تم نشر الإجراءات التي قامت شؤون الجمارك بتطبيقها في المرحلة الأولى من الجائحة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الجمارك العالمية كنموذج ناجح ودعوة كافة الدول الأعضاء للاقتداء به. هذا وتتضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة لشؤون الجمارك 2021-2024 ثلاثة أهداف استراتيجية جديدة، ومخرجاتها تأتي في أعقاب انتهاء الخطة الاستراتيجية 2017-2020 بواقع 100% وتحقيق العديد من المنجزات. إلى ذلك تم عرض فيلم توضيحي عن استراتيجية شؤون الجمارك الجديدة بما تتضمنه من أهداف ومبادرات، بالإضافة إلى المشاريع التي تم تنفيذها. كما قام معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الموظفين المتميزين بشؤون الجمارك، مشيدا معاليه بجهودهم ومتمنيا لهم التوفيق في خدمة الوطن. تحرص شؤون الجمارك على مشاركة دول العالم، وذلك من خلال الاحتفال بيوم الجمارك العالمي والذي يصادف 26 يناير من كل عام، ويأتي شعار هذا العام: الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التوريد المستدامة.
ليسلط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها شؤون الجمارك في مختلف ميادين العمل الجمركي، وذلك في إطار سعيها الدؤوب نحو تحقيق الريادة الجمركية على المستوى الإقليمي والدولي. أطلقت منظمة الجمارك العالمية شعار هذا العام أن الجمارك تعزز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التوريد. يهدف هذا الشعار إلى دعم جهود الدول في مكافحة فيروس كورونا وآثاره على الاقتصاد وعلى حركة التجارة والسفر. التعافي هو كيف احنا كجمارك نساهم في تعافي اقتصادنا وتعافي حركة سلسلة التجارة عندنا. إن الجمارك تتقبل بمرونة كل أعمالها في المنافذ الجمركية بالتنسيق مع سلطات الحدودية وشركائنا في الحدود، فهذا التنسيق يتطلب المرونة من الجميع لتكون هناك حركة سهلة للتجارة بيننا وبين جميع الدول. لا تتوقف حركة التجارة، نتطلع أن نكون دائما في المقدمة وهن جميع دول العالم، جمارك دول العالم بهذا المناسبة. طبعا الدول العالم راح تتقدم بمشاريعها، راح نلتقي، لقاءاتنا كانت فعلية ولكن صارت عن بعد مع الدول. هناك تنسيق دائم بين المنظمة في لقاءاتنا مع الدول، وهذه طبعا يحمل مسؤولية أكبر بالذات لأن معالي رئيس الجمارك هو رئيس منظمة الجمارك العالمية، وإحنا نعمل على أن يتم التواصل بشكل فعال. المنظمة تعمل بشكل فعال كما كانت، وإن شاء الله يوفق الجميع ويوفق معالي رئيس الجمارك في رئاسته لهذه الدورة لمنظمة الجمارك العالمية. استطاعت شؤون الجمارك في الاستراتيجية الجديدة أن تحقق وتواكب الخطة الاقتصادية بالنسبة لمملكة البحرين 2030، وزيادة جلب الاستثمار الأجنبي على أرض مملكة البحرين، زيادة المناطق اللوجستية، تحسين الأداء، زيادة قدرات وتفاعل هذه الإدارات الجمركية والمنافذ الجمركية، زيادة عمل الجمارك من خلال مشاريع جديدة مثل المشغل الاقتصادي. والحقيقة أن احنا برضك بيواكب هذه الاستراتيجية صدور تعديلات من المشرع في منطقة الخليج العربي، تعديلات للقانون الخليجي الموحد. هذه التعديلات استطاعت أن تحقق آلية سريعة جدا بالنسبة للتطور القانوني التي يواكب هذا العمل الفني. على سبيل المثال للحصر، إصدار القرارات من معالي رئيس الجمارك وتفويضه، وهذا القرار أو هذه التعديلات لم تكن موجودة بالنسبة للتعديلات الماضية، وبالتالي نستطيع من خلالها أن احنا نحقق آليات جديدة جدا يمكن من خلالها أن نعيد سرعة الأداء العمل القانوني. وفي إطار الاحتفال بيوم الجمارك العالمي، فإن الإنجازات التي حققتها شؤون الجمارك تعكس ترجمة التخطيط السليم لمواكبة الدول المتقدمة في الارتقاء بالعمل الجمركي وفق منظومة شاملة ومنهجية عمل واضحة في تقديم أفضل الخدمات عاما بعد عام.